التونسي الفنانة المبدعة نعمة. نعمة أو سيدة نعمة كما ملقبينها، هي فرقتنا نهار لحد بعد صراع طويل مع المرض في عمر 86 عام، 6 عقود تقريبا من الفن والعطاء والإنتاجات، مسيرة فنية ثرية بمئات الأغاني اللي أجيال وراء أجيال قاعدة تردد فيها. السيدة نعمة فلتة فنية وصعيب باش تتعاود، مش أي فنان قادر أنه يتعامل مع الكبار. نعمة لحنونها كبار الموسيقيين في تونس كيما خميس ترنان ومحمد التريكي، قدور السرار في وعبد الحميد ساسي في التلحين، تعاملت في مصر مع سيد مكاوي وفي ليبيا مع حسن عريبي، والقائمة تطول. آخر سهرة جمعت نعمة بجمهورها كانت سهرة تكريمها في مهرجان الحمامات الدولي في جويلية 2019، واللي قالت فيها جملة معبرة برشا. قالت محلاها الأغنية التونسية كلمة ولحنا ما تردوهاش غريبة في تونس. أنا نقول لك كيفاش الأغنية التونسية تولي غريبة، ونعمة خلتنا وينك يا غالي، اركزي على الرملة، حرمت بيك نعاسي، اش علينا الليل، اه يا ليل الليل عيد، توسمت فيك الخير، شرع الحب بيني وبينك ما عندي والي، محلاها كلمة في فمي، محلى عينيك اغزر لي، هدي يا متحدي، هو يما لسمر يما، وغيرها من الأغاني الناجحة. أنا ذكرت بعض الأغاني من جملة 700 أغنية في رصيد الفنانة نعمة. من أقرب الفنانين اللي عاشروها وتعاملوا معها، من أقرب الفنانين للسيدة نعمة هو الفنان محسن الرئيس، هذاك علاش اخترت باش نستقبله معايا اليوم عبر الهاتف. مرحبا بك. السلامة ومرحبا بك ومرحبا بك كل المستمعين أينما كانوا. يعيش. والمجد اللي قلته على السيدة نعمة يستاهل أكثر حتى من هكا. هذيك فنانة تمثل تونس في تونس وفي خارج تونس وفي العالم العربي. يعني كي تقول السيدة نعمة تقول الفن التونسي. أكيد أكيد. ونعمة كانت يعني مصرة وأنها تحب أكثر ما يمكن من الأغاني التونسية، حتى الأغاني الشرقية اللي غنيتهم هي يعني رصيد يعني يتعدوا على السابع قليل، أما الأكثر كانت مصرة على الأغاني التونسية سوى في تونس، ولكن تجيز الباريس غادي بتسجل مع شريكة اللي تسجل مع أم كلثوم وعبد الحليم وعبد الوهاب والكل شريك بارتي مالكوني، وهما بالذات يعني يطلبوا منها هي باش تغني لهم إلا الأغاني التونسية وبالأخص الأغاني الأخرانية متاع اللي عملتهم متاع التراث كما صالحة وكما جزيس وكما يعني هي أخذت بهم نجاح كبير لدرجة ولاو كلهم يعني ما نجمش نقولوا ولاو الفنانين الكل يغنيوا في الأغاني متاعها. أي يعملوا فيهم دي ريبريز لليوم لليوم والغدوة، خاطر علاش نقول لك، خاطر هما أغاني من كلمات يعني حاجات ممتازة ومن لحن كيف والأخص الأداء. تتصور أنا مثلا حتى كي تجي غادي لباريس باش تسجل، ولا أنا باش نسجل معاها، سجلت معاها ديو سجلت معاها حاجات أخرين، نصور الملحن لا يحفظها هي قبلي أنا باش أنا نحفظ عليها هي، حتى هي عندها طريقة أداء ممتازة جدا، وعندها اللهم صل يعني بقبول في المسرح، وعندها يعني الأناقة واللطف، وكل يعني نجم يقول لك فنانة شاملة، يقولوا سيدة الغناء التونسي والعربي، يعني نجم يقولوا كما يقولوا لا ديفا مش اللي يجي لا ديفا، فهمت؟ ديفا لازم تكون حد عنده في رصيده ما يزدي العالم أجمع من الفن. وجاتها فرص وأنا في باريس، عبد الوهاب اتصل بها شخصيا وفريد الأطرش كذلك وبليغ، ويعني تكلمهم وتتجامل معهم ويقولها لازم تجي البصر وتقولهم إن شاء الله، أما هي في هيئتها وكل ماذا بيها الأغاني اللي بيش يعملوا ولا يعطيها لها في تونس. هي ياسر معناتها تدعم الأغنية التونسية يعني طبعا. ومشيت لمصر وسجلت أغنيتين من الحان ولدها طارق، فهمت؟ ولكن هذوكم كيما المجاملة عملتهم، يعني ما همش هذوكم اللي هي مركزة عليهم، فهمت؟ جاءوا ملحنين صاروا لحنوا لها في تونس وأغاني ممتازة كذلك، ولكن هما يعني قاعدين يشوفوا أن الفنانة هذه معتزة بوطنيتها
ومعتزة بالألوان الكل، يعني غنيت الوطني وغنيت القصيد وغنيت الشعبي وغنيت الأغنية الخفيفة، يعني لازم تقول إن شاء الله إن شاء الله الجيل هذا اللي جاي الكل يأخذ عليها العبرة إن شاء الله. أنت حكيت على الجانب الفني أكثر، نحب نرجع معاك الأجمل الذكريات والمواقف اللي جمعتك بالفقيدة سيدة نعمة. والله ذكريات طويلة بصراحة، كمش أقول لك، خاطر احنا من 59 من أول مرة اللي تقابلنا وقتها مع فرقة نجوم المنار، وقتها أنا كنت في البداية وهي زادة كذلك في البداية، تقابلنا في حفلة من وقتها يعني ولينا مش أحباب مش عائلة، يعني أكثر من اللي تتصور، يعني التناسق ما بيني وبينها هي بالذات فهمت، وقت يجي حتى الباريس حتى كي يقولوها فموتير سانكي تقول لهم لا أنا نمشي لحظة محصر رئيس ولوتير خالص وما يهمش، تقول لك لا، تقول لي ما نقعدش أنا في الوتير نستنى في وبعد هي محبة ياسر لل هزيتها الأوبرا وهزيتها الحفلات، يعني هزيتها حتى من المسارح الفرنسوية، ولو يعني باش نوريها شنو اللي فما فهمت، تقول لي يا ريت احنا مثلا تكون عندنا في تونس مثلا نوعية الكوميدي ميوزيكال اللي تكون كما مثلا تعاملنا باربارا ستريسن في أمريكا وكما عاملين برشا فنانين، يعني تقول فنانة رسمية وبعد فنانات أخرين الكل، يعني هم باش يشاركوها في كل الكوميدي ميوزيكال وإن شاء الله إن شاء الله هي اللي تمنيته هو إن شاء الله يصير. علاش؟ خاطر أنا ماذا بيا إذا كان المسؤولين والوزارة والدولة الكل يعني يعملوا لها مسلسل كيما حبينا مسلسل أم كلثوم، حبوا مسلسل نعمة تعرف عليه للأجيال، خاطر الأجيال الكل تعرف نعمة ولكن ما تعرفش التاريخ متاعها، وهذه أحسن حاجة نجم تعملها الوزارة. هي قبل ما توفى فما حاجة معينة وصات عليها؟ هي قبل ما تتوفى ديما توصي تقول لي يا محسن ماذا بيا ما نحبش مثلا الإذاعات الكل يقعد يحطوا في 4-5 أغاني برك، قلت أنا رصيدي كبير ياسر أنا مش ليا، قلت أنا تمتعت وشفت وريت، أنا نحب للأجيال الكل باش يعرفوا شنو أنا عملت، وهي هذه الطريقة اللي قلت لك عليها تنجم تكون، وبصراحة بتكون حاجة هايلة ياسر. أي علاش ليه؟ علاش ليه مخرج أو منتج يسمع فينا توا تجيه الفكرة هذية وباش نوثقه، لأنه تاريخ كبير تاريخ نعمة على المستوى الصحي هي تعبت برشا العوام الأخرى؟ مش العوام، هي تعبت شوية صحيا أما الأسبوع الأسبوع اللي قبل 3 أسابيع اللي دخلت فيهم المستشفى كانت أنا كنت باستمرار كل يوم أنا وياه بالتليفون لازم نقعدوا نفدلكوا ونضحكوا ونجبدوا الذكريات طبعا فهمت، تقول لي يا محسن والله راني أنا موجوعة برشا وكل ما إن شاء الله ربي يرزقني الصبر فهمت، يعني حاسة فهمت، حتى في الآخر أسبوع اللي قبل ما تدخل المستشفى قالت لي والله محسن يظهر لي المنية قربة، قلت ايزي ما تخش هذي يعني حاجة بيربي وحتى انسان ما يعرفها، قلت ان شاء الله ربي يشفيك وراك انت مش ملك نفسك، انت ملك الناس كله ملك تونس كذلك فهم، خليها على الله. وقتي انا زرتها يعني وقت ما فهمش زيادة في المستشفى، انا بطريقتي انا مشيت لها المستشفى العسكري وريت الصورة نعمة تخزر فهمت، ما عقلتنيش، عملت لها يعني عملتها جاس بيدي وقلت انا محصر رايز خلم هكا وكل، وهي تخزر هكا فيك فهمت، فهمت اللي مثلا الميموار بدأت فهمت اخر صورة اخر صورة اللي اثرت فيها اثرت فيك. كيفاش روحت معناه بعد ما قابلت قعدت مريض عليها مش روحت، خاطر أنا دي مرة نعمة مريحة وتضحك وتفدلك والنكتة أنه صعيب برشا أنه منطيوس العبد ما يعرفش صديقه المقرب، يعني حالة ما ينجمش. أنا حبيت نشوفها يعني بأي صفة، حتى كانت ممنوعة الزيارة أنا عملت أي وسيلة قلت لازم نشوفها فهمت، هذا قبل وفاتها بأسبوع هكيكا. نعم هي قبل أسبوع بالضبط أسبوع وكنت ديما نقول يا ربي إن شاء الله
واحد لا يقول معجزة كان باش الإنسان مثلا يوصل للدرجة هذيك، ولكن ما حبيتهاش يعني ما حبيتهاش تتعب. فهمت؟ إن شاء الله ربي مسهل لها مثلا في الشفاء، إن شاء الله ربي يشفيها. على كل هي ربي يرحمها أكيد نعمة، وخلتنا رصيد مهم من الأغاني اللي ما تموتش، من الأغاني ومن الذكريات. بصراحة صدقني أنا كنت يوميا، شوف يوميا ثم حاجة في الصباح نقوم لازم نعمل تليفون كنا مش نشربوا قهوة مع بعضنا، فهمت؟ وهي كيف كنا قد نهار نارين تعمل تليفون تخش فيك فينك يا أخي، فهمت؟ وفي العشية عندي صفوة نبدأ نسأل عليها، فهمت؟ وسولف مع يعني هي الشلة متاعنا كلهم يعني نحبوا بعضنا، فهمت؟ أي أكيد سلمنا عليهم صفوة سولف طبعا لازم نسلم عليهم دي مجدة باستمرار. أما كان سمرار نقولهم راهي نامة المفضل، قولوا لي نعرفوا حتى احنا نحبوها زاد كذلك، فهمت؟ اي الله يرحمه. بالله شوفوا انا اقتراح مني انا تنوعوا اكثر ما يمكن من الاغاني اللي مش مسموعه برشا، هي هذيك امنيتها. تقولي انا خدمت وسجلت وسافرت وعملت الكل، انا ماذا بيا انتاجي انا للاجيال اللي بعد، فهمت؟ يعني ما يقعدوش محصولين بثلاثة أربعة خمسة أغاني ولا ستة، فهمت؟ يلزم كل مرة من الخزينة تركزوا على أغنية باش هي تبدأ يعني يظهر لي تبدأ هي مرتاحة في خبرها. أي أكيد الله يرحمها. نحن بعد شويش نسمو هدي متحدي، ونعرف أنه الغنية هذه معناتها أغنية معروفة بالقدي، لكن عندك الحق خاطرين بيدي كي عملت ريشيرش على نعمة فما عندها فراسيدها معناتها 700 أغنية تقريبا أكثر حتى شوية، وفي الرصيد هذه فما برشا أغاني اللي ما مش كيما مثاليش نسموها توا هدي متحدي، يعني من الأغاني اللي يمكن ما خذتش حظها بالقدي، هذوك أغاني اللي كما قلت أنت لازم نعديوهم. شكرا ليك، يعطيك الصحة الفنان محسن رايس، مرسي بوكو. عايشك فضلك، وشكرا للإذاعة، وشكرا للناس اللي تعطي قيمة للناس هذوما. أكيد من واجبنا. يعطيك الصحة، كنت معنا عبر الهاتف الفنان محسن رايس، والله يرحمها الفنانة نعمة، فنانة كبيرة تبقى خالدة في ذهون الأجيال الكل السابقة والقادمة، وكيف تقعد أغانيها ديما مزيانة وديما نسمعوها ونتبعها. وتوا مش نسمع واحدة من أجمل أغانيها هدي يا متحدي.